بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من ساعة حرة، وفيها نتابع آخر التطورات في شأن تقارير عن صفقة أمريكية تركية محتملة في شأن منبج، ويقول مراقبون إنها قد تمتد أيضا إلى مناطق أخرى. الصفقة التي تتحدث عنها وسائل إعلام تركية ومسؤولون أتراك، تتحفظ واشنطن في شأن التفاصيل التي ذكرت بشأنها من الجانب التركي. ما مصير الأكراد في هذه الصفقة؟ هل فعلا تتم سيطرة تركية أمريكية مشتركة على مدينة منبج والمنطقة هناك في ظل شهرين من الآن، أم أن ثمة ترتيبات أخرى ستبت حين يزور وزير الخارجية التركي واشنطن بعد أيام قليلة؟ نناقش هذا الملف مع عدد من الضيوف اليوم، ولكن قبل أن نتعرف إليهم أذهب مباشرة إلى ميشيل غندور مراسل الحرة في الخارجية الأمريكية وهو معنا من استديو الحرة. ميشيل، ما الرد الأمريكي على التسريبات التركية والتصريحات التركية في شأن اتضاح معالم صفقة مشتركة حيال منبج؟ نعم حسين، ردا على المعلومات الصحفية التي ذكرت أن هناك صفقة قد تم التوصل إليها بين واشنطن وأنقرة حول مدينة منبج، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أنه ليس هناك أي اتفاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن منبج. أشارت المتحدثة إلى أن فريق العمل المشترك الأمريكي التركي عقد اجتماع عمل يوم الجمعة الماضي في أنقرة، وجرى خلال هذا الاجتماع وهذه الاجتماعات التوافق على إطار عمل أو عناوين عريضة لخريطة طريق مشتركة للتعاون في المستقبل، وهذا لا يعني اتفاق بشأن منبج أو غير منبج كما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية، التي أشارت إلى أن وزير خارجية تركيا سيزور واشنطن في 4 حزيران المقبل للقاء وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، وسيكون هذا هو اللقاء الثاني بين الجانبين بعد اللقاء الأول الذي عقد في بروكسل بين بومبيو ونظيره التركي فور تسلم بومبيو لمنصبه كوزير للخارجية. نعم ميشيل، وإذا هل هناك أي مؤشرات إلى أن مثل هذه الصفقة إن تمت أو هذه الترتيبات في شأن منبج يمكن أن تنسحب أيضا على مناطق أخرى؟ هناك حديث أيضا فيما يتعلق بالجنوب السوري، مسألة درعا وهي مسألة مختلفة تماما تدخل فيها روسيا والأردن أيضا. يعني المشاورات كما تقول الخارجية الأمريكية بين تركيا والولايات المتحدة مستمرة، هذه المشاورات بالطبع تتركز على منبج وعلى سوريا بشكل عام، وإذا تم التوصل وفي التفاهم الذي وضع وخارطة الطريق التي توضع، منبج هي جزء من هذه العملية التوافقية أو التشاورية الجارية. فيما يتعلق بجنوب غرب سوريا الوضع مختلف بشكل عام، بحيث كما ذكرت أن تركيا ليس طرفا فيها، بل أن روسيا الولايات المتحدة والأردن هم الموقعون على الاتفاقية أو على خطة العمل من أجل وقف إطلاق النار في هذه المنطقة. هذه المنطقة تشهد في هذا الوقت تصعيدا من قبل النظام السوري الذي يهدد بالقيام بعمليات عسكرية هناك. الولايات المتحدة كانت واضحة جدا في هذا المجال، طلبت من روسيا أن تتدخل لدى النظام السوري لمنعه من القيام بأي عمليات عسكرية هناك، كما أن واشنطن وفي بيان لها يوم الجمعة الماضي وتحديدا وزارة الخارجية أنذرت النظام السوري من القيام بأي عملية هناك، وحذرته من أنه في حال القيام بأي عمل عسكري وخرق وقف إطلاق النار فإنها ستأخذ إجراءات صارمة ضد هذا النظام. ميشيل غندور مراسل الحرة في الخارجية الأمريكية كنت معنا من استديوهات الحرة، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوف هذه الحلقة من ساعة حرة وهم معنا من واشنطن، الدكتور هنري باركي الباحث الأمريكي الأستاذ في جامعة ليهاي الأمريكية، أهلا بك. ومعنا من اسطنبول سيد فوزي ذاكر أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي، ومن باريس الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، وأيضا ننتظر أن ينضم إلينا من منبج السيد إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل، وسنكون مع اتصال هاتفي أيضا من القامشلي. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. دكتور هنري باركي أبدأ معك، في تقديرك هل
تحسم زيارة وزير الخارجية التركي قريبا لواشنطن مسألة منبج بين واشنطن وأنقرة. إن هناك صفقة يتم مناقشتها، ولا أعتقد أن الأمريكيين وافقوا كلية على كل التفاصيل. ربما هناك تصور لاتفاقية، ولكن الشيطان في التفاصيل. وأستطيع القول أن الأتراك ربما وبشكل متعمد أعلنوا عن هذا كطريقة لإرغام الولايات المتحدة أو للضغط على الولايات المتحدة وأيضا لأغراض داخلية. أستطيع القول أنه ربما ستكون هناك نوع من الصفقة، كان هناك نقاش لفترة من الوقت، ولكن هل تطبق على أجزاء أخرى من سوريا؟ من السابق لأوانه أن نعرف. ووزير الخارجية التركي قال ستطبق على كل شمال سوريا، ولكن أجد علي صعبا أن أصدق هذا. وهناك طبعا قتال في شمال سوريا، ولكن منبج مختلفة منذ البداية. الأمريكيون قالوا إنها لن تكون في يد وحدات الحماية الشعبية، ونحن لا نعرف نوع التطمينات التي أعطتها واشنطن لوحدات الحماية الشعبية، لأنها بالتأكيد لن يعجبها ذلك. هي لا تريد أن تسيطر على منبج، ولكن أيضا لا تريد أن تطرد نتيجة للضغط التركي. في تقديرك، إذا قضت الصفقة بأن تطرد هذه القوات أو تخرج من منطقة منبج، سيعد ذلك تخليا أمريكيا عن الأكراد وعن الحلفاء الميدانيين؟ هذا سؤال جيد. أعتقد أن الكثير من الأكراد سيفسرون المسألة على هذا النحو، ولكن تخميني، وأستطيع القول أنه مجرد تخمين، لا أحد من البنتاغون أو وزارة الخارجية قال لي أي شيء، ولكن أتوقع أخذين بعين الاعتبار موقف البنتاغون حيال هذا الموضوع، وموقف البنتاغون كان دائما مختلفا عن موقف البيت الأبيض ووزارة الخارجية. ربما هم أعطوا بعض التطمينات لوحدات الحماية بشأن دعم مستقبلي، وأيضا للدور التركي في أجزاء أخرى من شمال سوريا. وأعتقد أنه ستكون هناك صفقة جانبية بين البنتاغون ووحدات الحماية الشعبية، وهذه الصفقة هي التي ستقرر إلى أي درجة يتضايق الأكراد. إذا كانت المضايقة بسيطة فسيتعايشون معها. نعم. سيد فوزي ذاكر أوغلو في اسطنبول، الكاتب المحلل السياسي التركي، أهلا بك إلى ساعة حرة. لما تحرص تركيا على إظهار وكأن الصفقة تمت؟ مساء الخير. بالحقيقة تم تسريب هذا الخبر عن طريق وكالة الأنباء الرسمية، وكالة الأناضول، وقالت بأن سيكون الإعلان عن هذه الصفقة بكل التفاصيل أثناء أو بعد لقاء وزيري الخارجية التركي والأمريكي في واشنطن في الرابع من حزيران القادم، أي بعد 5 أيام. ما هو السبب وراء هذه التسريبات؟ كما ذكر ضيفكم من واشنطن، أظن بأن السبب هو إحراج الإدارة الأمريكية، أو على الأقل منع تراجع الإدارة الأمريكية عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أنقرة في نهاية الأسبوع الماضي. أظن بأن هناك شك لدى يعني المسؤولين الأتراك بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنه على الأقل مثلما يعني تراجعت إدارة أوباما السابقة عن وعدها بعدم مرور وحدات حماية الشعب الكردية إلى غرب الفرات، وهناك خوف من أن يتم التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشكل عام في أنقرة آخر الأسبوع الماضي، ولهذا تم تسريب هذه المعلومات إلى وكالة الأنباء الأناضول. الحقيقة بأن يعني تركيا مهتمة جدا لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى غرب الفرات، لأنها تعتبر بأنها تم عدم موافقة أو عدم تنفيذ الإدارة السابقة والإدارة الحالية لما تم التوصل إليه سابقا عن موضوع منبج وغرب الفرات، يعني يجعل تركيا
تشعر بأنها ليست يعني الحليف الاستراتيجي القديم الذي يعني يتم يعني دائما التذكير به. طيب سأعود إليك سيد ذاكر أوغلو، إلى منبج والسيد إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل معنا عبر سكايب. هل تبلغتم أي شيء من القوات الأمريكية المجاورة لكم هناك التي تتواصلون معها في شأن احتمال تحضير لانسحاب وحدات الحماية بشكل كامل من منبج؟ مساء الخير لإلك ولإذاعة كريمة إذاعة الحرة والحضور وللمحاورين. أول شيء لم نبلغ نحن الإدارة في منبج وأنا في حزب سوريا المستقبل الرئيس في حزب سوريا المستقبل، لم نبلغ بهذا الأمر من خلال الإدارة الأمريكية، ولكن من خلال الإعلام وما نسمعه من الحكومة التركية بأن هناك اتفاقات ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة التركية، لكن هذا الأمر حصل قبل ذلك وقد نوقش، لكن هل هذا الأمر سيكون جدي؟ منبج تحررت من داعش، لماذا يريد الأتراك أن يعيدوها إلى داعش مرة أخرى؟ نحن نعلم بعد 3 سنوات من القتل في منبج ولم يتحرك للحكومة التركية أي شيء بخصوص. الآن أصبحت وحدات الحماية أو القوات السورية في منبج وهم أبناء سوريا ويدافعون عن منبج ويحررونها من داعش، هل أصبحوا يشكلون تهديد على الخطر أو على الوضع القومي أو الإقليمي في المنطقة؟ لم يوجد هناك وحدات لحماية الشعب، كانوا مساعدين في المرحلة الأولى وخرجوا، والآن يوجد هناك قوات سوريا الديمقراطية، المجلس العسكري في منبج هو من يقود هذه المرحلة، وبإدارته المدنية أيضا هناك المجلس أو الإدارة المدنية بشقيه، المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي. سيد القفطان، لما ترى أن هذه الصفقة إن تمت والتي تشير إلى سيطرة أمريكية تركية مشتركة على منبج ستعني عودة داعش؟ يعني لن تكون هذه القوات ضمانا لألا يعود داعش إلى هناك؟ لا لم يكن ضمانا، لأن تركيا 3 سنوات الشعب السوري يقتل وعلى حدود 880 كيلومتر على الحدود التركية، وداعش مسيطر على المنطقة كاملة ولم يهدد الأمن القومي في تركيا. لماذا الآن أصبح أبناء سوريا هم الذين يديرون هذه المنطقة أصبحوا يهددون تركيا؟ نريد نحن في حزب سوريا المستقبل أن تكون تركيا جار حليف استراتيجي يحقق الأمن، لا يحقق الفوضى كما حصل في المناطق الأخرى من جرابلس والباب وعفرين وعزاز وبعض المناطق الأخرى. نحن نرى عفرين لم تهدد تركيا ولم يطلق منها أي شيء، وكذلك جرابلس والباب. الآن هناك اقتتال بين الفصائل في جرابلس، الآن منذ 10 دقائق هناك اقتتال بين الفصائل الإسلامية، ونحن نعلم بأن هذه المنطقة التي تديرها تركيا هي أصبحت فقط للفصائل الإسلامية من الغوطة ومن المناطق الأخرى ومن اليرموك وإلى آخره، وهذه الفصائل تتقاطع مع داعش في نفس الفكر. لم يكن هناك فرق بين هذه الفصائل وما بين داعش. بعد الفاصل أستمع إلى دكتور رامي الخليفة العالي من باريس، وأستكمل أيضا مع سائر الضيوف في شأن ترتيبات المحتملة بين واشنطن وأنقرة فيما يتعلق بمنبج واحتمالات أن تمتد أيضا مرحلة الصفقات إلى مناطق أخرى في سوريا. تابعونا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة. دكتور رامي الخليفة العلي في باريس، هل ترجح صحة ما أوردته وكالة الأناضول من بنود متعلقة بهذا الاتفاق الأمريكي التركي المحتمل في شأن منبج؟ هناك حديث عن سيطرة مشتركة أمريكية تركية على منبج خلال 1.5 شهر من تاريخ التوقيع الذي يحتمل أن يتم في واشنطن وفق الوكالة، وأيضا بعدها تشكيل مجلس محلي للمدينة.
أهلا بك حسين، تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن هنالك الكثير من الصحة فيما ذكرته وكالة الأناضول، خصوصا أن هذه التسريبات جاء بعد اجتماع مجموعة العمل الذي انعقد على مدة أسبوع في العاصمة التركية أنقرة. والحقيقة إذا ما عدنا إلى سياق هذه الاجتماعات يمكن أن نلحظ بسهولة بأن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا تركيا يريدان الاصطدام على الأرض السورية، خصوصا أن هنالك توتر شاب العلاقة ما بين الطرفين خلال الشهور القليلة الماضية، لأن تركيا قلقة ومتوجسة من الدعم الكبير الذي تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية للميليشيات الكردية العاملة في شمال سوريا. دعنا نشير حسين إلى أن هنالك ثلاثة مناطق تهم الجانب التركي. المنطقة الأولى هي منطقة إدلب، وقد قامت بالتفاهم مع كل من روسيا وإيران من أجل حفظ الأمن في هذه المنطقة ومنع تدهور الأوضاع هنالك، خصوصا أن هنالك تهديدات من قبل النظام بالسيطرة واجتياح هذه المناطق. المنطقة الثانية وهي منطقة شرق الفرات، منطقة الجزيرة السورية حيث تسيطر الميليشيات الكردية، والعين التركية ترقب هذه المنطقة بتخوف كبير، وهي ترقب الإجراءات التي تقوم بها الميليشيا الكردية. المنطقة الثالثة وهي التي يتم الحديث عنها، وهي من غرب الفرات، من جرابلس على وجه التحديد وحتى منطقة عفرين. وقد نجحت تركيا بعزل المناطق الكردية، عزل عفرين عن منطقة الجزيرة السورية لمنع وجود تواصل جغرافي بين المناطق ومنع كيان كردي في هذه المنطقة، الذي يمثل بحسب وجهة النظر التركية تهديدا خطيرا على الأمن القومي التركي. نجحت عمليا عبر عملية درع الفرات في العزل المنطقتين، وباعتقادي أن خروج الميليشيات الكردية من منبج ومن غرب الفرات هي منطقة، هي تحصيل حاصل إذا شئت، بالنظر إلى التطورات التي حدثت والاتفاق الأمريكي التركي. ربما هذا ليس الأول، وإنما الأهم كان بتقدم القوات الجيش السوري الحر بدعم تركي إلى مناطق عفرين. باعتقادي أن غرب الفرات وفي هذه المنطقة حيث لا توجد هنالك بنية ديموغرافية كردية على وجه التحديد، يمكن أن تساعد قوات والميليشيا الكردية بالسيطرة على هذه المنطقة. باعتقادي أن في نهاية المطاف سوف يتم الاتفاق حول هذه المنطقة لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية لأهميتها. تبقى منطقة شرق الفرات، وباعتقادي أن صراع الإرادات ما زال موجودا. إذا استمرت الميليشيا الكردية بالمضي قدما في إنشاء كيان في هذه المنطقة، باعتقادي أن تركيا لن تتردد بالتدخل، وسوف يبقى ذلك مسار تفاوض ونقاش وخلاف حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور هنري باركي، هل في تقديرك واشنطن مقتنعة بالكلام التركي أن القوات الكردية تسعى إلى بناء كيان هناك؟ دعنا نواجه الحقيقة. الأكراد دائما نحن نفترض أنهم ليس لديهم تفضيلات وليس لديهم حقوق، وننسى أن الأكراد سواء في تركيا أو العراق أو سوريا أو إيران هم في الواقع عوملوا معاملة سيئة عبر السنوات، وفي سوريا كما هو الحال في العراق. الأكراد إذا قرروا خلق كيان ما ففي نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق مع دمشق، وليس من حق تركيا أن تقول لا. تركيا لا يمكن أن تقرر كيف يعيش الناس في البلدان الأخرى وأي قرارات يتخذونها، ولكن الحيرة هنا والمأزق هو أنه إذا كانت هناك صفقة وانسحبت قوات الحماية الكردية من منبج، عندها الأتراك سيكون لديهم سبب قليل كي يبدأوا في الشكوى، لأنه حتى الآن كان لهم أساس للشكوى، بمعنى يقولون كان هناك وعد بسحب الأكراد من منبج، ولكن عندما يحدث هذا ماذا سيقول الأتراك؟ لأنهم ستقول تركيا فقط لأنهم أكراد؟ أنت تدرك الموقف الصعب الذي وضعت تركيا نفسها فيه إذا استمرت في هذا الخطاب المعادي للأكراد. إذن وهنا الحيرة، ربما الانسحاب من منبج سيكون جيدا للأكراد. نحن نفترض دائما أنه سيكون هناك شيء لا يريده الأكراد، أو أن هذا شيء لا يريده الأكراد، ولكن في الواقع الأكراد قد يستفيدوا من هذا، لأنه سيخفف الضغط عنهم، والأمريكيون سيقولون للأتراك بعد منبج كفى، حصلتم على ما تريدون وحان الوقت للتوقف الآن.
لكن الأكراد سيعدون أنفسهم خاسرين بعدما خسروا عفرين، بعد ما كانوا يطمحون إلى تحقيق مكاسب أكبر كخلاصة لهذه الحرب. هذا معقول، ولكن الشيء الأهم من بيج كانت عفرين. عفرين حقيقة أن الجيش التركي تدخل و200 ألف كردي طردوا من المنطقة، كان هذا تطهير عرقي، طردوا من عفرين ولا أحد في العالم اشتكى وقال أي شيء لتركيا. هذه هزيمة حقيقية للأكراد وليست منبج. فكر في الموضوع من منظور آخر، في اللحظة التي ينسحبون فيها من منبج هم أيضا سيتركوا بعض القوات كي تفعل أشياء أخرى في أماكن أخرى، تعزز تواجدها في أماكن أخرى. منبج كان دائما موقع عرضة للتساؤل. عفرين كانت كارثة حقيقية للأكراد لأنهم طردوا من مكان كانوا فيه الأغلبية، أليس كذلك؟ ولكن هذا حدث قبل عدة أشهر. إذن المسألة تعتمد على كيف يستغلون الانسحاب من منبج وتفسير ذلك أمام جمهورهم، وهذا صعب. أنا أتفق معك، هم ليسوا في موقف سهل، ولكن ما أقوله أن هذا الانسحاب ربما على المدى الطويل يكون جيدا لهم. نعم سيد فوزي ذاكر أوغلو، بالنسبة إلى تركيا، أي صفقة أو اتفاق أو تفاهمات لا تشمل انسحابا كاملا لوحدات الحماية من منبج لن تقبل به تركيا؟ صحيح، تركيا منذ البداية كانت تذكر وما زالت تذكر بالوعود التي قدمتها الإدارة السابقة إلى تركيا لعدم مرور أو عبور قوات حماية الشعب الكردية من شرق الفرات إلى غرب الفرات. ضيفكم من واشنطن غلط عندما قال بأن تركيا لم يعني أو المعنى بأنها ستطردهم من هناك، لا، لم يكونوا أصلا موجودين هناك. ما يتكلم عنه الميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية لم تكن أصلا في منطقة منبج، كانوا تتواجد في شرق الفرات، ومن ثم استغلت الحرب على الإرهاب وعلى داعش وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ضد داعش، يعني عبرت إلى منطقة منبج واستولت على منطقة منبج، وليس لديها هناك أغلبية كما تدعي أغلبية كردية، ليس هناك أي أغلبية كردية في تلك المنطقة، هي منطقة ذات أصول أو أغلبيتها عربية، وأهل المنطقة هناك من العرب. ولهذا نرى الآن بأن هناك يعني محاولة للمغالطة أيضا من ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، التي تقول بأنها ليست حماية وحدات حماية الشعب الكردية. المكون الرئيسي ل قوات سوريا الديمقراطية هي وحدات حماية الشعب الكردية، والكل يعلم هذا، لا داعي لأن نكذب على بعض، هذا موضوع آخر. أريد أن أذكر الأخوة الأكراد والميليشيات بشكل على الخصوص بأنه يعني حبل واشنطن ليس بالحبل الطويل، سيقف هذا الحبل في منتصف البئر وقد يقعون في داخل البئر. رأينا كيف أن واشنطن لم تتدخل أبدا في دعم هذه الوحدات، وهي ما كما تقول يعني حليفها على الأرض، لم تتدخل في دعمها في منطقة عفرين، ولا أظن أنها ستتدخل عندما يكون هناك قرار تركي صارم تجاه هذه الوحدات. تركيا لا تريد أن يعني تطهر عرقيا، وليس لديها هذه الفكرة، ولم يحصل هذا كما ذكر يعني بين عفرين ومنبج، يعني في منبج ضيفكم من واشنطن أمريكية، لأن هناك كانت شبه تطهير عرقي، لكن تركيا ليس لها وجود هناك في عفرين، لم يكن لك هناك وجود، وبالتالي كانت هناك ترتيبات روسية ونظام صحيح، لكن في منبج قد يختلف الوضع. من الذي أتى تقول أنه في حال تركيا اتخذت القرار لن تتدخل الولايات المتحدة، هل المسألة أن تركيا هي من يفرض كلمته الأخيرة، أم التفاهم تركي أمريكي هو من يحسم الأمور في شأن ما سيكون عليه الوضع هناك؟
تركيا دائما تحاول أن تكون للدبلوماسية دورها حتى النهاية، وهذا ما فعلته في قبل عملية درع الفرات، وهذا ما فعلته قبل عملية غصن الزيتون، وهذا ما تفعله الآن. لكن إن وصل الأمر إلى أنه لم يبقى هناك أي مجال إلا للتحرك العسكري، فستضطر تركيا لأن يعني تقطع شوكها بأيديها. تركيا لا تريد أبدا، وليس لديها أي مصلحة، وليس لديها أي رغبة في أن يعني تقف بوجه مع حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها إن اضطرت إلى هذا فستضطر، لأنها هذا بالحقيقة يمس الأمن القومي التركي بشكل مباشر وليس أمرا صغيرا كما يحاول البعض أن يعني يشرحه. أما بالنسبة لشرق الفرات، تركيا تعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وعدتها بأنه لن يكون هناك انطلاق من هذه المنطقة تجاه تركيا مهما كان الأمر، ولهذا هي لا تتكلم عن شرق الفرات وتترك السيطرة هناك للولايات المتحدة الأمريكية. لكن إن حدث أي اختراق من منطقة شرق الفرات نحو تركيا، فتعتبر تركيا نفسها مضطرة للرد على هذا الاختراق، وإن طيب شاء الله لا نرى هذا الأمر أبدا. دعني قبل العودة للسيد إبراهيم قفطان أعود إلى واشنطن والدكتور هنري باركي قبل الفاصل لأسألك، هل فعلا يمكن لتركيا أن توسع عملياتها العسكرية، تقوم بعملية عسكرية كبرى من دون موافقة الولايات المتحدة في المنطقة التي تتواجد فيها الولايات المتحدة؟ أولا أريد أن أصحح شيئا قاله الضيف من تركيا. أنا لم أقل أبدا أن الأكراد كانوا أغلبية في منبج، قلت أغلبية في عفرين، وهذا مختلف. الأكراد لم يدعوا أبدا أن منبج مدينة كردية هي 20% كردية ذهبوا إلى هناك باتفاق مع الولايات المتحدة. وللإجابة على سؤالك، والنقطة الخطيرة هنا هي أن وزير الخارجية التركي قال بالفعل أنه في نهاية المطاف يود أن يصلوا إلى نفس الاتفاق في منبج ويكون شرق الفرات. بمعنى القضية، هل الأتراك سيدفعون نحو شرق الفرات؟ وكما قال الزميل من إسطنبول، لو كان هناك هجوم من دعنا نقول من شرق سوريا على تركيا، نحن نعرف أن هذه الهجمات يمكن أن تصنع ويمكن أن تكون هناك أعذار. هذا الذي يجعل الموقف خطير جدا، ولكن أتوقع أن الأمريكيين سيقولون للأتراك أنه لا يمكن أبدا أن يعبروا إلى شرق الفرات. هذا سيكون خط أحمر جاد يحدده البنتاغون. لا أتحدث عن وزارة الخارجية، ولكن البنتاغون سيقول قطعا لا. فقط للتأكيد دكتور باركي، يعني ما ذكرته عن موضوع عفرين ومنبج كان صحيحا منذ البداية، في المداخلة الأولى وصل كلامك بشكل صحيح أنك كنت تقصد منطقة عفرين وليس منبج، يعني لم يكن هناك أي لبس في ترجمة في هذا الموضوع. سأعود إليك وإلى سائر الضيوف بعد هذا الفاصل، تابعونا مشاهدينا بعد قليل، والمزيد في شأن منبج، الملفات السورية الأخرى أيضا نستكمل النقاش فيها مع ضيوفنا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة، وعودة إلى منبج، وعبر سكايب من هناك السيد إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل. ما خياراتكم كقوى في المنطقة العربية وكردية في مواجهة ما ترونه مطامع تركية هناك؟ إن تمت صفقة لا ترونها في مصلحتكم، أي خيارات متاحة أمامكم؟ بداية أنا أريد أن أقول أمر مهم جدا. السيد فوزي يقول إن الأكراد استولوا على منبج. الأكراد لم يستولوا على منبج، بل حرروا أهل منبج من داعش، وهذا الأمر يجب أن يأخذه بعين الحسبان. أهل منبج كانوا مستعبدين لدى داعش مدة 3 سنوات. لكن الخيارات، أريد أن أعود إلى السؤال، الخيارات لدينا
هي خيارات كثيرة، هو اعتماد على شعبنا، وهناك في منبج خيارات كثيرة، الخيار العربي والخيار الكردي والخيار، الكل يجتمع على إدارة واحدة، إدارة مشتركة، الكل مقتنع بهذه الإدارات، والكل يرى منبج كيف تدار الآن لا كما كانت داعش سابقا. أما يريد أن يقول بأن الأكراد هم استولوا على منبج، لا، لم يستولوا على منبج، لأنهم هم أبناء سوريا وإن كانوا في أطراف أخرى، لكن ما استولى على المناطق السورية هم تركيا، وعلق العلم التركي في مناطق عفرين وفي جرابلس وفي الباب وفي المناطق الأخرى. هؤلاء هم الذين استولوا على الأراضي السورية، أبناء سوريا لم يستولوا على سوريا، بل حرروا أبنائهم وأخوتهم من كافة الشعوب في المنطقة من ظلم داعش الذي تسرب من خلال الحدود التركية مع كل أسف. ونحن أكررها مرات عديدة، نريد أن تكون تركيا جارة، لا نريد أن تكون تركيا محتلة. إن أرادت تركيا أن يكون أمنها القومي باستقرار، عليها أن تساعد الشعب السوري وأبناء سوريا والوطنيين في سوريا على إعادة سوريا خير مما كانت، لا نقول كما كانت سابقا، لأن الشعب عندما خرج بالتظاهرات خرج ليبحث عن الحرية، لا نريدها كما كانت، بل نريدها خيرا من ذلك. وكنا نأمل في تركيا الكثير من خلال تقاطعاتنا معها ومن خلال جوارنا، لكن مع كل أسف تركيا لم تحسن ذلك، بل صدرت الإرهاب إلى سوريا بكل مناطقه. وأكبر دليل على ذلك بأنها استطاعت أن تخرج الفصائل الإسلامية من دمشق وتجعل أو وتقوم بصفقة مع الروس لإخراجهم من هناك، وتبقى مناطق كما يقول النظام أيضا المناطق سوريا المفيدة، والمناطق الأخرى إدلب وغيرها وغيرها أصبحت سوريا الغير مفيدة، سوريا الإرهابية، سوريا القتل، كل الفصائل تحولت إلى هذه المنطقة. لا يا سيدي، يجب أن نكون منصفين في هذا الأمر، وأن نكون دقيقين وننصف في أقوالنا وأفعالنا. نعم، نحن نؤمن بأن تركيا هي جار، لكن لا نريد أن تكون مستعمرة وتعيد ذهنية القديمة 400 عام التي استولت عليها على مناطقنا. لكن أنا أشكر السيد هنري على مداخلته الجميلة بأن الأكراد هم، وفي مداخلات أخرى، بأن الأكراد هم أحد دعائم الاستقرار في المنطقة وليسوا أحد دعائم الفوضى في المنطقة كما يقول السيد فوزي والآراء الأخرى من المحللين الأتراك. لكن ليعلم الأتراك عليهم أن يفكروا بآلية معينة أن نتقاطع في مصلحة الشعب السوري لا على مصلحة الشعب السوري. سأعود إليك لاحقا في موضوع الخيارات المتاحة أمامكم. دكتور رامي الخليفة العلي، في تقديرك مسألة الحسم في من يمسك الأرض في المرحلة المقبلة في هذه المناطق الحساسة أو المتوترة، بيد من عمليا؟ بيد الولايات المتحدة؟ يعني من يقرر؟ السيد فوزي الذاكر أوغلو يتحدث عن أن تركيا هي التي تقرر، وأنها إذا اضطرت حتى أن تواجه حليفها الأمريكي فستفعل. لا أعتقد من حيث المبدأ أن هنالك إمكانية لحدوث صدام تركي أمريكي، لا أعتقد أن تركيا يمكن أن تذهب إلى خيار شمشون بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هنالك ضغوط عبر تصريحات ربما تبدو يمكن أن تقرر التدخل العسكري، ولكن على أرض الواقع باعتقادي أن هذا يصعب جدا، لأن الأمور أعقد بكثير من مجرد منطقة محدودة كمنطقة منبج. أضف إلى ذلك بالفعل أن شرق سوريا الحقيقة عندما يتم الحديث عنها وكأنها منطقة كردية، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق. منطقة محافظة دير الزور حيث هنالك سيطرة للميليشيات الكردية، لا يوجد فيها أي عنصر كردي بمعنى من السكان الأصليين لهذه المناطق. كذلك وجود الأكراد في محافظة الرقة على وجه التحديد لا يتجاوز نسبته 10%، وبالتالي حتى في منطقة الجزيرة السورية إذا اعتقدت قوات سوريا الديمقراطية بأن الأمور قد استتبت لها فباعتقادي أنها مخطئة تماما، لأن هنالك عشائر كعشائر شمر وجبور والعقيدات والبقار
الإدارة باعتقادي أنها لا يروق لها أن تتم السيطرة عليها من قبل ميليشيات كردية مدعومة أمريكيا، وهذا ما تدركه تركيا جيدا. نعم هنالك وضع الآن بعد نهاية الحرب على داعش، حيث هنالك سيطرة للتحالف الدولي باعتقادي أن نسب إمكان تحرير مناطق معينة إلى وحدات سوريا الديمقراطية باعتقادي أنها مبالغة كبيرة، لأن هنالك تحالف ضمن ما يقارب 60 دولة، وكان هنالك قصف جوي سجادي على تلك المناطق، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وثقت بتلك الميليشيات، ولكن في نهاية المطاف قوات التحالف هي التي قامت بتحرير هذه المناطق وبالقضاء على تنظيم داعش، وهذا ما تدركه تركيا. هنالك نقطة أشار إليها ضيفك الأمريكي، وباعتقادي أن هو قال بأن تشكيل كيان كردي في شمال سوريا منوط بالنظام السوري، باعتقادي أن هنالك خلافات كثيرة ما بين تركيا والنظام السوري وحتى هنالك عداء، ولكن هنالك إجماع على رفض إقامة كيان كردي سواء من سوريا أو العراق أو تركيا أو إيران حيث هنالك تواجد كردي، وباعتقادي أن هذا الأمر لن يتغير في مستقبل الأيام. محاولة فرض كيان كردي بدعم أمريكي على الأرض في منطقة الجزيرة السورية هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق، خصوصا أنه حتى في الجوادية والمالكية والحسكة والقامشلي حيث هنالك وجود لأغلبية كردية، هنالك وجود عربي وهنالك وجود مسيحي وهنالك وجود عشائري في هذه المناطق، لذلك المنطقة معقدة وهي منطقة سيفسائية ولا يمكن أن يحكمها فئة معينة إلا ضمن الدولة السورية، وباعتقادي هذا الأمر مجمع عليه من قبل حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما هنالك بعض التصريحات الخارجة عن المألوف التي تتحدث عن إمكانية تقسيم، ولكن في نهاية المطاف وحدة سورية هي أساس جوهري، وكل المواطنين باختلاف انتماءاتهم يجب أن يكونوا مواطنين للدولة السورية، هذا ما تؤكد عليه تركيا وهذا ما أكدت عليه روسيا، وفي نهاية المطاف سوف تؤكد عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي لا أعتقد أنها يمكن أن تذهب إلى إنشاء كيان يمكن أن يدخل أمريكا في مواجهة مع تركيا، لذلك الأمر هنالك صراع إرادات، ولكن الأمر لم يتكرس حتى الآن بشكل نهائي على الأرض في شمال سوريا. نعم، فقط للتوضيح أيضا كلام دكتور بركي حول يعني كان يتحدث عن أنه حتى كما في العراق يعني مسألة الكيان الكردي هناك وبالتفاهم مع بغداد، فإن أي كيان كردي محتمل في سوريا يمكن أن يكون بالتفاهم مع دمشق وليس منوطا بالنظام السوري. على كل حال بعد قليل سيكون له أيضا توضيح في هذه النقطة. دعني أشرك معنا عبر الهاتف من القامشلي الكاتب والصحفي الكردي ألان حسن، وربما من النقطة التي كان يتحدث بها دكتور رامي الخليفة العلي، هل ثمة مشروع لكيان كردي؟ هل يمكن للقوى الكردية أن تتواصل مع النظام السوري لتمهيد لكيان كردي في سوريا؟ أهلا وسهلا. لا أعتقد أن هناك مشروع لكيان كردي في شمال سوريا أو في شرق الغوات، حتى هناك مشروع يقود الاتحاد الديمقراطي يشتغل مع أحزاب عربية وسريانية لإدارة هذه المناطق سواء عن طريق المشروع الفيدرالي الذي للأسف أستاذ الآن الصوت سيء جدا كما يصلنا، سنحاول إجراء اتصال أكثر نقاء تقنيا معك وسنسعد بأن تكون معنا في الجزء الأخير بعد قليل في حال تحسن التواصل حتى نسمعك ويسمعك المشاهدون بشكل جيد. سنكون معك بعد قليل. سيد فوزي ذاكر أوغلو في اسطنبول، نقاط عدة طرحت عليك. يقول لك سيد إبراهيم القفطان يريدون تركيا جارة جيدة تتعاون معهم من أجل سوريا ديمقراطية، سوريا لا تشكل أي تهديد لجيرانها وما إلى ذلك. ما ردك على ما استمعت إليه؟ كلام جميل منسق لكن في الحقيقة ليس حقيقيا. أريد أن أنبه إلى بعض المغالطات التي يعني قام بها ضيفكم السيد إبراهيم، حيث قال بأن تركيا هي من جلبت ما سماهم إرهابي الغوطة إلى منطقة درع الفرات وإلى منطقة عفرين، وهذا مغالطة كبيرة. تركيا ليس لها أي دخل بما حدث من توافقات ومصالحات واتفاقات في منطقة الغوطة الشرقية ومنطقة جنوب دمشق، بل كانت مضطرة لاستقبال هؤلاء الذين تم ترحيلهم من هناك ولم يكن لديهم أي مكان للوصول إليه. ورأينا كثيرا بأنها تم إيقاف هذه القوافل عند يعني مداخل منطقة الباب، حيث أن تركيا لم تكن توافق على دخول هؤلاء الأشخاص أو حتى تهجيرهم من مناطقهم، حيث قام النظام بالتعاون مع روسيا بتهجير الكثير
الكثير الكثير من مناطق الغوطة وجنوب دمشق، وليس لديهم أي مكان في الأراضي السورية إلا منطقة إدلب أو منطقة درع الفرات، وهو ما اضطرت إلى القيام به تركيا، حيث أنهم مواطنون سوريون وفي النهاية يجب أن يكون لديهم مكان يؤونوا إليه في داخل المناطق السورية. اتهامهم بأنهم إرهابيين أيضا هو يعطينا فكرة عن تفكير السيد إبراهيم في حق من صمد سنوات عديدة في وجه النظام. صحيح أن يعني السيد إبراهيم يعتبر نفسه معارض، لكنه يعني بالحقيقة والظاهر والذي نعرفه بأنه يستطيع أو يمكن أن يتفقوا مع النظام في دمشق على أن تبقى لهم مناطق تحت سيطرتهم. هذا ما قاموا به، ونرى أنه هناك يعني سلم ما بينهم وبين النظام في مناطق عدة في شرق الفرات، لكن هذا كله ليس من المهم. تركيا صحيح أنا فقط أريد أن أنبه، لأنه قال بأنه أدخلوا داعش إلى منطقة درع الفرات، وهذا كلام مغالط فيه وهذا غير صحيح، أريد أن أنبه عليه. أما بالنسبة لما ذكره ضيفكم من واشنطن على موضوع أنه يعني أو عفوا بأن ليس لدى تركيا خيار بأن تقف في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بالضرورة أن تكون هذه المواجهة هي مواجهة عسكرية، قد يكون هناك مواجهات دبلوماسية سياسية أو أشياء آخر. رأينا كيف أنه حين اتفقت تركيا والعراق وإيران على عدم السماح بحدوث الاستفتاء في شمال العراق، واعتبروا ذلك هو مخل بالاتفاقات السابقة، اضطر شمال يعني إقليم شمال العراق إلى سحب يعني نتائج هذا الاستفتاء وإلى العودة إلى سنوات كثيرة نحو الخلف حتى يتم يعني التوافق. نعم، موقف واشنطن كان معارضا للاستفتاء على المستوى الرسمي. أريد أن أقول يعني أنا لن أذهب إلى موضوع الاستفتاء، لكن أريد أن أقول أنه دول المنطقة إذا اتفقت مع بعضها وهذا يمكن أن يحدث بسهولة، فيعني يمكن أن تضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب غطائها عما تسميه يعني وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية الحليف الرئيسي لها على الأرض في تلك المنطقة. بعد هذا الفاصل أنا أعتبر لو سمحت. نعم لا. تفضل، سأعود إليك. يعني أنا أعتبر أن وجود الولايات المتحدة الأمريكية هناك في شمال الفرات ليس من أجل. سأعود إليك وإلى سائر ضيوف بعد هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة من ساعة حرة. الجزء الأخير ودقائق الأخيرة من ساعة حرة، دكتور هنري باركي في واشنطن. أولا نريد منك شرحا أكثر أو توضيحا أكثر وإن باختصار لمسألة الكيان الكردي، إذا ما كان الأكراد في سوريا يرغبون في كيان عليهم تفاهم مع دمشق في ظل طبعا معارضة دول الجوار التي فيها أكراد لأي كيانات كردية باستثناء مسألة شمال العراق. عليك أن تنظر على ما حدث في العراق كي تفهم قليلا ما يمكن أن يحدث في سوريا. بمعنى اليوم العراق دولة فيدرالية، وهذا يعني أنها تعترف بمنطقة كردية وتعترف بأربيل، ولكن ما أقوله في نهاية المطاف ربما أفضل حل لسوريا على المدى الطويل هو أن تقوم دمشق بالاعتراف بالحسكة أو قابشلي أو أي شيء. أنا لا أقول أن حدود سوريا عليها أن تتغير، ولكن من المعقول أن نفكر أن حلا مثل العراق يمكن أن يطبق أيضا على سوريا. اليوم الحكومة السورية لا تسيطر على مناطق كبيرة، لولا حزب الله والإيرانيين والروس دمشق كان يمكن أن تسقط. وبالنسبة لي ليس من المعقول أن دمشق في السنوات الخمسة القادمة ستمتلك القدرة
على استعادة المناطق الكردية في شمال شرق سوريا. أنا لا أتحدث عن جنوب شرق سوريا، أتحدث عن المناطق الكردية. إذن من المفهوم أن الأكراد سيقولون سنقوم بعمل إدارة كردية لأن دمشق ليس لها القدرة أو حتى الاستعداد لإدارة هذه المنطقة، وبالتالي سنقوم نحن بإدارتها. وبشكل من الأشكال دمشق والأكراد عليهم أن يتوصلوا إلى نوع من الاتفاق حيث لا يحصل الأكراد على استقلالهم ولكن يديروا حكومتهم المحلية وبلدياتهم، وليس بعيدا عما يحدث في شمال العراق ولكن على مستوى أقل، نوع من الحل السياسي للمسألة الكردية في سوريا يجب أن يتم التوصل إليه، وإلا سينتهي بنا المطاف بالكثير من النزاعات، لأن الحكومة السورية غير قادرة على محاربة الأكراد. وهل يجب أن تجلب الإيرانيين واللبنانيين لمحاربة الأكراد؟ هذا غير معقول. إذن الحل السياسي سنصل إليه ربما لن يكون غدا ولكن ربما خلال سنوات قليلة. نعم سيد إبراهيم القفطان في منبج، أعرف لديك تعليقات كثيرة ولكن حتى لا يعني نستغل معي دقيقتان معك لو سمحت، أريد منك الخيارات المتاحة أمامكم في حال سارت الأمور في غير مصلحاتكم. سيد إبراهيم القفطان لا نسمعك، سنعاود الاتصال بك عبر سكايب أيضا. وهنا أيضا أعتذر من السيد ألان حسن الكاتب الصحفي الكردي، ونعده بأن يكون معنا قريبا من استديو القامشلي أيضا ليكون معنا في حلقة كاملة. سيد دكتور رامي الخليفة العلي، ربما تحدثنا بالتركيز على المسألة الكردية في هذه المرحلة، ولكن أيضا كل ذلك يتم في ظل الحديث عن صفقات أخرى، اتصالات أمريكية روسية أردنية في شأن الجنوب السوري، وثمة من يربط الأمور ببعضها بالقول إن ثمة ما يعطى هنا ويتم مقايضته بشيء هناك وما إلى ذلك. هل ترى بالصورة الشاملة الموسعة مرحلة صفقات كثيرة في الأرض على الأرض السورية؟ الحقيقة فقط بنصف دقيقة ما ذكره ضيفك الكريم يعني بشكل واضح أنه لا يدرك التوزع الجغرافي للأكراد في سوريا. الأكراد في سوريا ليس بينهم أو الوجود الكردي ليس بينه تواصل جغرافي. الأكراد موجودين في رأس العين، هم لا يشكلون أغلبية في الحسكة، موجودين في القامشلي، ولكن ليس هنالك تواصل جغرافي لأن ما بين هذه المناطق هي مناطق يسكنها العرب، وبالتالي الشروط الموجودة في شمال العراق ليست موجودة في شمال سوريا. أيضا موجودين في عفرين حيث هم في أقصى شمال غرب سوريا، موجودين في كل من حلب ودمشق، وبالتالي لا يوجد ذلك التواصل الجغرافي ما بين العناصر الكردية أو المناطق الغربية الكردية. في حال إقامة كيان لهم على غرار شمال العراق قد يتم جمعهم هناك. لا أعرف، أعتقدي أن ذلك احتمال صعب للغاية، لأن على سبيل المثال في عفرين هنالك وجود تاريخي للأكراد، ليست مسألة طارئة، وبالتالي في دمشق أيضا الأمر يتكرر، في مناطق في محافظة ريف إدلب هنالك وجود تاريخي، أيضا في حتى في محافظة الرقة على سبيل المثال هنالك وجود في تل أبيض، ولكن ليس هنالك امتداد لوجود جغرافي حتى رأس العين، وبالتالي قامت الميليشيا الكردية بعملية تطهير عرقي في تلك المنطقة لمحاولة إيجاد تواصل ديموغرافي، ولكن حتى ذلك لم يتحقق. لذلك القضية الكردية معقدة للغاية، وإمكانية تشكيل كيان مثل ما يريد ضيفك أو يشترح حلا لذلك باعتقادي أنه مستحيل للغاية. باعتقادي أن هذا يأتي في سياق ما حدث خلال السنتين الماضيتين، أن هنالك وجود لأطراف إقليمية ودولية موجودة على الأرض السورية ولا تريد أن تتصارع على وأن تنشأ بينها صراعات مفتوحة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إيجاد تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي الأردني ومع النظام السوري وإبعاد إيران وحزب الله حتى لا يفجر ذلك صراعا كبيرا ما بين إسرائيل وإيران في تلك المنطقة. وباعتقادي أن محاولة التفاهم على مناطق محددة، هذه السنة الروسية التي ابتدعت في عملية المصالحات وما إلى ذلك، سوف يتم تعميمها ما بين الأطراف الإقليمية والدولية صاحبة النفوذ على الأرض السورية. سيد إبراهيم القفطان أعود إليك، وقد عاد الاتصال، دقيقة لو سمحت، يعني آسف لضيق الوقت.
أنا لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، أريد أن أقول ولكل الدول الجوار وللشعب السوري الموجود في كل مناطق سورية أن يعيد ذهنيته لإعادة سوريا كما كانت وخيرا مما كانت، ولا يستغل بعض الدول الإقليمية أو الدول العالمية الشعب السوري لتحقيق مآربه، لأننا كلنا نعلم بأن الملف السوري كان في البداية سوريا سوريا ثم خرج والآن أصبح دوليا. وأنا أرى بأن تركيا لا تستطيع الدخول إلى مدينة منبج، وهو ليس عبارة عن تهديد، لأن مدينة منبج أيضا لها ما تتحالف معه ومن تتحالف معه، ونحن نعول أولا وأخيرا على أبنائنا في مدينة منبج وفي كامل الشمال السوري، ونعيد هذه الحاضنة إلى سوريا موحدة أرضا وشعبا، ولا نسعى إلى أن تكون سوريا مجزأة. وهذا هو مشروعنا في حزب سوريا المستقبل وفي الإدارات الذاتية في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا. ونتمنى من تركيا أن تكون حاضنة لإعادة سوريا، لا نريدها أن تكون حاضنة للإرهاب كما كانت سابقا على مدى سبع سنوات. دكتور هنري باركي، بأقل من دقيقة لو سمحت أيضا تعليق حول موضوع أن الانتشار الكردي غير مترابط ليكون كيانا في سوريا. الأكراد، هذه الفكرة أعتقد أنها زائفة من ناحية، صحيح بالنسبة للأكراد في تركيا وصحيحة بالنسبة للأكراد في العراق، ولكن عندما ترسم الخطوط ستكون هناك دائما جيوب لأناس ليسوا بالضرورة من الأكراد في هذه المناطق. إذن الحكومة السورية فنيا هي حكومة أقليات وتسيطر على أراضي شاسعة، هل هذا مقبول؟ لأنها حكومة عربية، حكومة علوية، وما لا يبدو أن الضيف من باريس يقر به أن حقيقة أن الأكراد في سوريا طوال هذه السنوات عومروا بشكل سيء وتعرضوا لظلم وطردوا، والآن ينظر إليهم ويقال أراضيهم غير مترابطة. طيب دكتور باركي، أعرف أنه ملف مهم عندك بحلقة خاصة نخصصها له، فقط دعني أعطي 20 ثانية للسيد فوزي الذاكر أوغلو في إسطنبول مع الاعتذار، تفضل. يعني ضيفكم من واشنطن ما زال يصر على أن هناك ترابط في مناطق شمال شرق سوريا بين المناطق الكردية، ليس هناك أي أهمية لهذا الموضوع. المهم من هو الذي يسيطر هناك؟ الأغلبية الأقلية الكردية في مناطق شرق سوريا تسيطر على منطقة شمال شرق سوريا، ليس هناك كما ذكر ضيفكم أي تواجد كردي في منطقة دير الزور، لكن هناك الآن انتهى الوقت للأسف. شكرا جزيلا لكم جميعاً.